بحافظ على جسمي ازاي؟ بروح الجيم كل يوم لو ما عنديش شغل، ما عنديش نظام ريجيم معين، لكن انا مقتنعة ان ربنا مش خالقنا نتحرم من متعة الاكل، لكن المهم ناكل ازاي وامتى وكميات قد ايه. وبحافظ على اكلي، يعني باكل كل اللي انا عايزاه خميس جمعة سبت وحد اتنين تلات اربع، بحترم نفسي وما بتعشاش وما برمرمش، لكن برمرم في الويك اند حاجات بسيطة برضو، وباخد بالي من جلدتي. عملت عملية تجميل في مناخيري وما نجحتش قوي، واكيد انتوا شايفين ان فيها عوجة شوية. وعملت عملية شفط دهون مرة في بطني وبرضو ما مشيتش قوي، اكتشفت في الاخر ان ما فيش فايدة، لازم رياضة كل يوم. لا انا شايفة انه من احسن الفنانات في الكوميديا ايمي سمير غانم. رامز جلال صاحبي من زمان جدا، صحاب انا ورامز وياسر، احنا تقريبا كلنا طالعين مع بعض، مكافحين مع بعض بقالنا شوية كتير، فمش مستقصدني ولا حاجة، ده هو صاحبي جدا واخ عزيز هو وياسر. والله انا شايفة انه الاتنين اقوياء، نيلي قوية بشكلها بمنطقتها، وغادة قوية بشكلها بمنطقتها. اتمنى، بيقولوا ان برج زحل مشي من عندي، من برج القوس، اتمنى انه يكون مشي وتبقى سنة 2018 احسن. لا زي ما اتظلمت، زي ما ربنا رجع لي حقي وعوضني كويس قوي قوي، الحمد لله. طبعا بأمن بالحسد جدا، لا مذكور في القرآن وفي ايتين للحسد، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ما كاتبين مثلا ان امي سودانيه، ده مش حقيقي، مامتي مصريه، ولو كانت سودانيه كنت هقول ما عنديش اي مشكله. لا بخاف على بناتي من صعوبات الحياه مش من الوسط. انا مواطنه فاشله سياسيا، انا ما بحبش السياسه وما بحبش ادخل فيها. مسلسل دم مريم وقف لانه في مشاكل حصلت ما بين الاخراج والتاليف. كلامي في قعده رجاله كان كله هزار، واحنا كنا متفقين قبل الحلقه ان انا ههزر طول الوقت وان هم هيحاولوا يغلسوا عليا وانا هغلس عليهم. فبالتالي انه لما كريم فهمي قال لي انه الراجل مكنه فلوس، حبيت اغلس عليه واقول له ايوه، لكن طبعا لا، الراجل مش مكنه فلوس ولا حاجه، مفيش الكلام ده خالص. مع قبل فهيتا التجربه كانت دمها خفيف عشان مع فهيتا، وكانت مختلفه وكانت لعب وشقاوه وهزار، بس ما تهيأليش ان انا هعمل كده تاني الا لو برضو كانت في حدود الهزار يعني.